المقصود بالكتالوج، المقصود بالكتالوج اللي هي يعني إدارة البيانات، سواء بيانات جغرافية أو أي مجلدات موجودة عندي في المشروع. ومن خلال تبويبة الماب أنا بقدر، ومن خلال تبويبة الإنسيرت أنا بقدر أضيف مشروع تاني ماب، هاي بدنا نضيف كمان ماب جديد، وأقوم بعمل زوم على أي منطقة، ومن ثم تغيير خريطة الأساس من خلال ماب، ونروح على بيس ماب، نختار صورة فضائية على سبيل المثال. بقدر أعمل زوم. كيف أنا بقدر أعمل زوم من خلال هاي الأداة؟ بضغط بزر الفأرة وبرسم مربع وبترك الزر، هيك أنا عملت زوم. طبعا هاي الأداة إذا مش موجودة عندكم، هاي اسمها Rectangle Zoom In، تقدروا من خلال ما تم شرحه قبل قليل انه نكتب اسم هاي الأداة، انا اتوقع انه بتكون مش موجودة. قمت بالبحث عن هاي الأداة، طبعا ليش غير مفعل هون؟ لان انا اصلا ضايف هاي الأداة او هذا الامر. ايضا في عنا أداة الاستكشاف Explore، فقط بنحط زر الفأرة عليها بيظهر عنا دليل لهاي الأداة. كيف احنا بنقدر ننتقل من منطقة لمنطقة من خلال الفأرة؟ مثلا من خلال عجل الفأرة بنقدر احنا نعمل زوم ان وزوم اوت. اذا فعلتها بهاي الشكل، انا بس مجرد ما اكبس على اي زر رحت مثلا على أداة السيلكت، أصبحت أداة الاستكشاف غير مفعلة. أنا مجرد ما أضغط عليها بتصير لونها في اللون الأزرق، أنا هيك فعلتها، فبقدر أستفيد من جميع اختصاراتها. أيضا في عنا اختصارات على لوحة المفاتيح، إحنا بنقدر نستغلهم في التفاعل مع الخرائط الأساس أو التفاعل مع البيانات الجغرافية. إذا كنا بالضغط على زر زد في لوحة المفاتيح، بصير عنا نقدر احنا نعمل زوم ان، وحرف اكس بعطينا زوم اوت، زوم ان زوم اوت. وعن طريق الضغط على عجل الفأرة احنا بنقدر نمشي على اي منطقة باكستنت او مدى معين. وعندنا هذا الامر الفول اكستنت، بيعمل زوم لكل البيانات. بقدر اعمل زوم ثابت بسكيل معين وزوم اوت بسكيل معين، وبقدر من خلال هذا السهم ارجع انا وين كنت قبل لحظة. مجرد ما انا رجعت على هذا الامر بتفعل عندي السهم الثاني اللي هو المدى التالي عكس بعض. يعني انا كنت في هاي المنطقة، انا بهذا الاكستنت معين، رحت على هاي المنطقة مثلا، بدي ارجع للمنطقة اللي قبل، بضغط على هاي الاكستن او هاي الاداة، بضغط على هذا الزر. واذا بدي ارجع محل ما كنت، انا كمان مرة بضغط على هذا السهم. ايضا هاي المنطقة انا بدي اقوم بحفظها كاشارة مرجعية او بوكمارك. من خلال هاي الاداة باجي بعمل نيو بوكمارك، بحكي له منطقة رقم واحد، بدي أعمل فول إكستنت وأعمل زوم على فلسطين، على مدينة رام الله. عندنا هون وسط البلد، باجي بعمل أيضا نيو بكمار ونسميها مدينة رام الله. إذا أنا بدي أروح على المنطقة الأولى تم حفظها كإشارة مرجعية، برجع عليها وبضغط على السهم
بتم عرض جميع الإشارات المرجعية اللي تم حفظها بختار اللي بدي إياها. طبعا أي أداة أو أي زر أو أي أمر موجود عندنا، طبعا أي أداة بكون في عندنا مانج بنقدر إحنا نقوم بإدارة هاي الأداة، طبعا الأداة فقط، لكن الأوامر والأزرار ما بكون في عندنا عليهم إدارة. يعني مثلا الأمر full extent ما في عندنا إدارة لإله، لكن بكمر بما إنه هو أداة، والأداة بنقدر إحنا نتحكم فيها وبإعداداتها. هذا الفرق بين الأداة. وهلا راح نكون بإضافة بيانات جغرافية على البروجكت الخاص فينا. طبعا من خلال لوحة الكتالوج في عندنا عدة مجلدات أو ملفات، كل مجلد بيكون بداخله بيانات معينة، مع الوقت راح نكتشف هذول البيانات. الماب، هي في عندنا احنا ماب بهذا الاسم، وفي عندنا ماب واحد. طبعا احنا بنقدر نغير الاسم بكل سهولة، نقدر احنا نكبس كبستين ورا بعض، بتم تفعيل الرينيم او اعادة التسمية، وبنكتب الاسم اللي احنا بدنا اياه تيست، بنعكس مباشرة في هاي المنطقة بصير الاسم بتغير، وايضا في هاي المنطقة بتغير الاسم مباشرة. او احنا بنقدر نروح على المشروع نكبس عليه رايت كليك ونختار رينيم، هاي غيرنا قمنا بتغيير اسم المشروع، بيظهر عندنا مباشرة الاسم اتغير. ايضا موجود عندنا مجلد التول بوكس والداتابيس، يعني شو موجود عندنا قواعد بيانات بتم اضافتها هون. في عندنا ادوات او موديل بيلدر، احنا قمنا بانشائه، بيظهر عندنا في هاي المنطقة. والستايل، هذول الستايل بيجوا شكل ديفولت افتراضي، عملنا بروجكت بدون اضافة اي بيانات من جهاز الحاسوب. يحدد الموقع او الادرس، وفي عندنا الفولدرز المجلدات. طبعا هذا المجلد اللي اسمه Text2، طبعا هذا المجلد جواته مجلد اخر باسم المشروع. لو رحنا على المشروع على جهاز الحاسوب، بنقدر نفتح البروجكت من خلال النقر على هاي الأيقونة، وعندنا هون الجيو داتابيس الموجودة عندنا بشكل افتراضي. اذا هذول الملفات بتم انشائهم بشكل افتراضي، ومع العمل بتم زيادة البيانات عليهم. يكون بالاتصال بأي بيانات موجودة عندنا جهاز الحاسوب، رايت كليك وآد فولدر كونكشن، نقوم بالاتصال بهذا المجلد، نضغط على موافق، بيظهر عندنا في هاي المنطقة، بنقدر احنا ندخل جميع، نقوم بالاتصال بهذا المجلد، بيظهر عندنا في هاي المنطقة، بنقدر نفتح نشوف شو موجود فيه بيانات. اي مجلد بنتهي بدوت جي دي بي، يعني نفهم احنا هو اختصار لقاعدة بيانات جغرافية اللي بيقرأها برنامج الار جي اس برو. عندنا قاعدة بيانات جغرافية، في عنا ايضا بداخلها فيتشر داتا سيت اللي هي مجموعة بيانات، وبداخل مجموعة البيانات الطبقات اللي احنا بحاجة لها. موجود عنا 7 طبقات، هذول الطبقات عبارة عن بيانات جغرافية لمنطقة جغرافية معينة، موجودة بهدف التعلم على هذا الدرس. الطبقات هذول موجودات على جهاز الحاسوب، فانا بدي اقوم بنقلهم الى البروجكت. كيف بدي اكون بنقلهم على البروجكت؟ في عندي اكثر من طريقة، بقدر بالطريقة العادية احنا بنكون بنقل هذول الطبقات داخل قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالمشروع، وليس قاعدة بيانات موجودة على جهاز الحاسوب. في البداية سوف اقوم باضافة جميع الطبقات الى لوحة المحتويات. شايفين عندنا هون لوحة المحتويات، موجود عندنا خارطة أساس، بنقوم بإغلاقها وإضافة جميع الطبقات. كيف إحنا بنقوم بإضافة الطبقات؟ رايت كليك وبنعمل Add to Current Map. أنا هي ضفت أول طبقة، بتيجي بشكل افتراضي بدون ستايل وبدون شكل، ومن ثم أي طبقة ثانية بقدر أضيفها، بتضغط عليها رايت كليك Add to Current Map. بقدر أحدد الطبقة، بقوم بعملية سحب وإفلات، بضل كابس على زر الفأرة، بترك هذا الزر في أي منطقة داخل الفيو اللي عندنا هون. طبعا المنطقة الفيو هي من أهم أيضا واجهات البرنامج، بتم فيها عرض المشروع الخاص اللي احنا بنشتغل عليه. وأيضا في عندنا واجهة
الحالة نقدر نعرف نظم الإحداثيات اللي إحنا شغالين عليها. إذا بتلاحظ في بداية إنشاء المشروع كان عندنا نظام إحداثيات عالمي، لكن عند إضافة البيانات الحالية مباشرة تم التعرف عليها وكتابة الإحداثيات المترية الخاصة الطبقات اللي قمنا بإضافتهم. طبعا الإحداثيات بلستان جريد 1923.